اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده جو الصيف وجو الحر، كلنا طبعا بنعيش اللحظات الحلوه الجميله، وفضل من الله سبحانه وتعالى هنعمل دوري ان انا اساعدك تعملي الاكلات الصيفي اللي مش تاخد منك وقت وتقفك وقت كبير في المطبخ لان الجو حر، وفي نفس الوقت تناسب جو الحر، زي الايس كريم مثلا بالليمون والنعناع. كلنا بنحب الايس كريم الايام دي، والمثلجات والسموزي والعصاير خليها عندك دايما تعملها لاولادك. هنعمل ايس كريم بالليمون والنعناع، وطبيعي ده بيهدئ الاعصاب. معانا كمان سندوتشات الفاهيتا النهارده بالسجق البلدي، كلنا بناكل السجق ده طواجن، بناكله سندوتشات، بنعمله بكذا طريقه واحنا شطار فيه، انما نعمله سندوتشات فاهيتا باكيد هنروح على المطبخ المكسيكي ونشوف الحاجات الحلوه والتركايه بتاعه المطبخ المكسيكي. معانا طبق مكرونه العشق بتاعي، مكرونه بالزبادي تساعد على الهضم، سريعه الهضم، خفيفه ولطيفه، تتعمل بالزبادي. بس معانا مشكله يا شيف في الزبادي، بيفرط مننا وبيبان بمرغل كده ويفك في قلب الطبخه، نعمل ايه؟ هنشوف ازاي نعمل المكرونه بالزبادي، هتعجبكم ان شاء الله. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه، ودايما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. فازاي اوصل لمرحله البساطه والسهوله والمرونه وانت واقفه في مطبخك تعملي اكلات بوقت قليل جدا؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض ان شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الايس كريم بتاعنا في السريع. ايس كريم الليمون بالنعناع، مقاديره شفناها على الشاشه، ده مش هيستغرق معايا وقت. يلا نشوفها يا فندم. ايس كريم الليمون بالنعناع، المقادير على الشاشه. بتقول ايه المقادير بقى؟ بتقول معانا ليمون مبشور وعصير ليمون وكريم شانتيه وشويه حب وحليب مركز وجيلي ليمون. حلو الكلام. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي واحنا شغالين كده واحده واحده. اه بجيب الدورق الحلو ده كده، الله، واحط فيه الكريم شانتيه زي ما قلت لحضرتك يا ست الكل. الاستخدامات او الاكسسوارات اللي بتستخدميها ما يكونش مكانها اي بصل ولا ثوم ولا اي حاجه، ده الكريم شانتيه. الجو حر معلش، شفتي بقى هتجيبي بقى، شفت الايس كريم لازم يكون فيه الشده دي اهو. الشده دي بتيجي منين؟ من الحليب المركز اللي بتحطيه على الكريم شانتيه وهو بينضرب، والشويه الجيلي الليمون اللي اتحطوا في ميه مغليه وسبناهم لما يبردوا. اه حلو السؤال ده، من الكنترول له مطالب. حلوه له مطالب دي يا استاذ احمد عوض، والله الكنترول له مطالب. قال لك ما ينفعش ابدل الحليب المركز بحليب عادي ولا بسكر، ممكن نبدله بعسل. اه حلو تمام زي الفل. نعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط بشره الليمون، واحنا محتاجين الليمون ده حلو اهو، وشويه حليب مركز. حلو، وعندنا الليمون الجميل الحلو ده، جبته منين بقى؟ ده الموضوع. نشرح بسرعه كده في عجاله، في ليفر واسانس الليمون بيتباع، بنجيبه. حلو الكلام اهو، اهو ده اسانس الليمون اهو. بنحطه على ايه يا عم الشيف؟ على معلقه جيلي اهو، ونحطه في قلبك اهو. هو ده، هو ده اهو، اسانس الليمون اهو. حلو اهو، معاه نعناع اخضر، ونقلبه. الله يبارك لك يا شيف، ده الدنيا حر يعني. شربنا ليمون بالنعناع واكلنا ايس كريم ليمون بالنعناع، يعني عصبيه مفيش، نروق البال، ربنا يروق بالك. اه عايزه تحطيها في الديب فريزر شويه، حطيها، الجو حر. اه تعالوا نغرفه مع بعض كده سريعا. اه يلا معانا كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله انتظروا مني هعمل لحضراتكم ايس كريم التين الشوكي اللي الراجل طيب يبيعه على العربيه في كل حاره وفي كل شارع. هتعمله ايس كريم يا شيف؟ اه. هتعمله ازاي يا عم الشيف؟ تشوقوا. اه ده انا التين الشوكي ده بحبه قوي على فكره، بس بحب شكله لانه بيعمل لي في اسناني. نعمين رؤيه عينيا اهو. بساطه سهوله مرونه بتكاليف قليلة جدا. دخلنا المطبخ المكسيكي، جبنا الفاهيتا عملناها بخفة دم مصرية،
شفنا سندوتشات الفاهيتة منورة الشاشة، الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى، عملنا آيس كريم الليمون بالنعناع بمدرسة المغازي، عملنا طبق مكرونة العشق بالزبادي والتكنيك العالي لطبخة الزبادي علشان ما يفرطش مني. يعني رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.